بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين. ذكر عظيم جدا، الحديث فيه بعض الضعف لكن معناه صحيح، استحسنه العلماء وجازوه وقالوا لا مانع أبدا أن يقال ليه لصوابه العظيم، وقلت مرارا وتكرارا وسأكرر ولا أزال أكرر وسأكرر أن الأحاديث الضعيفة معمول بها في فضائل الأعمال وكثير من الأحكام الفقهية عند عدم وجود نص صحيح يعتمد عليه. فيلتجئ العلماء إلى الأحاديث الضعيفة فيقدمونها على مصادر التشريع كالاجتهاد والاستحسان والمصالح المرسلة وغيره من مصادر التشريع، يقدمونه. هذا مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام مالك. الإمام مالك كان بيحتج بالأحاديث المرسلة في كتابه الموطأ، احتج بكثير من الأحاديث المرسلة وبنى عليها أحكاما فقهية. الإمام أحمد أيضا، الإمام أبو حنيفة، الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية قال العمل عندنا العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. والإمام أبو حنيفة احتج بالأحكام في كثير من الأحكام في الأحاديث الضعيفة في كثير من الأحكام الفقهية. على سبيل المثال مثلا، من جلس للتشهد الأخير فأحدث فقد تمت صلاته، يعني اللي يقعد يصلي في التشهد الأخير وقبل يقول السلام عليكم ورحمة الله أحدث، طبعا ليس متعمدا غصب عنه، أحدث مش هنقول له عيد الصلاة تاني، صلاته صحيحة. حتى هو استنبط من هذا الحديث إن التشهد الأخير ليس فرضا في الصلاة، ولكن الجلوس بس هو اللي فرض. هو رأيه كده، وطبعا هذا فيه نظر، ولكن هو بيقول لك إنك أنت لو قعدت للتشهد الأخير، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من جلس للتشهد الأخير فأحدث فصلاته. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش من جلس للتشهد الأخير، ما قالش من قرأ التشهد الأخير، فهو خد بحد ظاهر الحديث وقال لك التشهد الأخير مش فرض. طبعا هو له رأيه وهذا فيه نظر، لكن الشاهد هنا ان انت لو احدثت قبل ما تقول وانت في الركعه الرابعه مثلا، وقبل فاضلك ثانيتين ثلاثه، وتقول السلام عليكم ورحمه الله، صلاتك صحيحه ما تعيدش الصلاه، وحديث ده ضعيف. يبقى اذا حديث ضعيف هام جدا خاصه في فضائل الاعمال. ف ده مذهب الائمه الاربعه وجمهور العلماء. ولو فتحت كتب المتفقه المطوله ستجد احكام فقهيه كثيره جدا مبنيه على احاديث ضعيفه او احاديث مختلف فيها، ضعفها بعض الناس وحسنها بعض الناس وصححها بعض العلماء. طب الحديث ده بيقول ايه؟ بيقول لو انك قلت اعوذ بالله السميع العليم، لو قال من قال حين يصبح اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله السميع العليم، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 3 مرات، ثم قرأ الثلاث ايات الاخيره من سوره الحشر، وكل الله له 70,000 ملك يدعون له ويصلون عليه حتى يمسي، وان قاله في المساء وكل الله له 70,000 ملك يدعون له ويصلون عليه حتى يصبح، وان مات في يومه مات شهيدا. شوف الثواب العظيم، ايه الثواب العظيم ده؟ واياك ان تستكثر فضل الله سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث من سال الله الشهاده بالصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. يعني انت بتسال الله سبحانه وتعالى بتقول يا رب اموت شهيد، او انت نفسك فعلا ربنا يحطك مع الشهداء بالدعاء بس، بالدعاء بس، فما لك بقى ان يكون في ذكر تقوله كل يوم وتواظب عليه تصل بيه الى درجه الشهاده وتصل بيه الى الفردوس الاعلى. طب ليه؟ لان الايات الاخيره من سوره الحشر فيها اعظم اسماء الله الحسنى، فيها كثير من اسماء الله الحسنى، فربنا سبحانه وتعالى عايزنا نردد اسمائه الحسنى، اسماءه الحسنى في كل ليله. يبقى انت هتقول ايه؟ ده شوف انت هتحصل كم حسنه لما 70,000 ملك يصلون عليك ويدعون لك طوال اليوم، كم حسنه؟ 70,000 ملك لو كل واحد وخدت من كل واحد 100 حسنه، يبقى 70,000 في 700,000 70,000، لو خدت من كل ملك 100 حسنه كل يوم على سبيل المثال، يعني 70,000 في 10 700,000 7 مليون حسنه. لا ده اكتر من كده بكتير، لان ده ملك، الملك الواحد سيصلي عليك من الصبح بالليل 100 حسنه، ايه ده اكتر بكثير، بس انا بضرب لكم مثل، يعني ساخذ ملايين او ربما مليارات الحسنات. والافضل من ذلك كم عظيم جدا من المغفره، كم عظيم جدا من المغفره. والافضل 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 ان تنال الشهاده، تنال منازل الشهاده. في حد في اعظم من كده؟ يبقى هتقول ايه؟ تقول رفيقا للرسول صلى الله عليه وسلم في الجنه ورفيقا للصحابه رضي الله عنهم وتنال منازلش. تقول اعوذ بالله السميع العليم، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم تقول هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. شوف الاسماء الله الحسنى اللي موجوده في هذه الايات التي اعطت هذا الذكر العظيم
هذا يعني هذا الثواب العظيم او هذا الفضل. فيا ريت كلنا نواظب على هذا الذكر عشان تتنال مليارات الحسنات، مش هقول ملايين الحسنات. والافضل من ذلك كما عظيما من مغفره، وان تنال الشهاده باذن الله في سبيل الله. فانا هكتب لكم الحديث ده تحت الفيديو بالسند بتاعه، ليه تنسخوه تنشروه على موقع، يا ريت كلنا نحفظ هذا الذكر وتقولوا مره صباحا ومره مساء. يعني المحروم من يعلم هذا الثواب العظيم ويفرط فيه. ونعلم علما فانه اجر من عمل به الى يوم القيامه، لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.